كل واحد يجيب ولاد حزبه، ولد حومته، صاحبه، هو يبدا ما عنده حتى علاقه بالقطاع باش يعككم. راكم نعرفوكم زنقه زنقه دار دار يا حبيبي. خلي عاد فك التجهيز. حليلي يا حليلي، تي برا برا خويا ربي يعيش تتحير في المواجع. لازمنا مسلسل الف ليله وليله. راه باش نحكوا على دار احنا عندنا كتاب عامين مثلا في ولايات تبدا مفتوحه فيه قضيه ويمشي حاقق ومتورط في رخص تاكسي، تلقاه معين مدير في المركزي، ها مديرين في الفوسفات وعندهم قضايا مفتوحه ضدهم، ها يزدوا مدولهم مثلا. الريزوات مازالت تخدم، راهو بوغاز، راهي الاداره والقضاء. باش تتخيلوا مجلس نواب باش يعمل قرار ويجيب له دبابه الرئيس. راكم نعرفوكم زنقه زنقه دار دار يا حبيبي، ونعرفوكم اك التكنوكرات. كيفاش الريزوات في الاداره؟ تش هكا 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 تنخل هكا لا ويعمل لك تكنوكرات، فهمني؟ خاطيه هو، فهمني؟ كي رجل عمل كيفاش تيفسد عايش خويا؟ كيفاش تياخذ رخصه؟ ما يلزم موظف ياخذ رخصه يعني يخدم له الخدمه ولا لا؟ وياخذ رشوه ولا لا؟ مال هكاك وحده يفسد هكا رجل عمال في القباضه في الرخص. خويا سامحني نظام الرخص خلي تحل اللعب، علاش وليداتنا خويا يمشوا معناتها تبارك الله نورات وليداتنا شفت دي ستارت اب وشيء كبير، علاش اليوم اقصى طموحه انه يرمي يروحوا للهجره؟ برا شوف ولدك ينجح الباك ويحب يمشي يخرج لبرا، برا شوف ا ا دو ولغه لهنا وشكون يعلموا اللغه دي زيكول فيها جماعتهم هما البارتنير لهنا، برا شوف اللاك وجماعه وياخذوا ويعدي تاسه عند الكوت وطلع شنو يكرهوا في روحه يلزم عنده 20 مليون باش يمشي يقرا، يعني يلزوا فيه للحرق. يا اخي النهضه كي دخلت ولا يوسف الشاهد ولا اي حزب كي دخل كان الوزير يقشقش ولا شويه مستشارين معاه، هي ما عين ورقه وحط وينهم برا شوفهم وين؟ واحد تلقاه فما ناس رم كانوا قبل الثوره ما متصرف ولا ريكونستيتيون دو كارير قال لك خاطر اضطهدوا بن علي ردوهم متصرف عام ومدير عام وكرهبه وبرا شوفك المانديان برشا نورمالمون راهم في الروتريت تلقاهم مازالوا يخدموا تقول عليهم خرجوا في الجاز ولا يصلوا في الذره هما مانديان خاطر نتاعهم. جاه ربي نهار اللي تطلعوا للبرلمان راي تونس امانه، راي تونس امانه، ارجوكم واتوسل اليكم يا نواب غدوه بربي حطوا تونس، لان راهو ما يحبش بلاده وما يحبش ولاده مستقبل وليداته. راهو شانتي سيد رئيس نعرف راهو، اما شوف بالاصرار بالوطنيه بحب بلادنا بحب ولادنا رانا ملح هذا الارض وانا ناكلوا بيا ومصاري وتونس تشهد بكفاءه احلام كمرجي. برا شو اسال على مصاري المهني وهنا صامده. سكتني في الاداره نخرج نتكلم في جمعيه في اعلام في تلفزه في اعلام بديل، ما يسكتني كان الموت، ما يسكتني كان الموت. نقطة الاستفهام في تونس هي الإدارات العمومية، هي الصفقات العمومية، هي الرقص التي تسند من قبل الدولة، هي الملفات الكبرى التي تبقى نقطة استفهام. سيدتي الكريمة، اليوم الرخصة 300 مليون، اليوم الرخصة تعطى لفلان، الصفقة الفلانية لفلتان، اليوم القريب الوزير، اليوم القريب رئيس الجمهورية، اليوم رخص الشراب مليار، كلام يتقال على عشرية الخراب ويقول لك الإدارات قاعدة ملغمة للتو. باهي شوف سيدي الكريم، هما يراهنوا على حاجة أنه للأسف احنا شعب تونسي لا نقرأ، حتى انا وليت ما عادش نجم نقرا راهو من التعب وواحد دونك. برا شوف تقارير البنك الدولي، خلينا ديما نستجدوا من منظماته باش من برا شوف تقارير البنك الدولي من 2014 لتو تحكي على الاقتصاد المغلق. كيف مغلق هذا الاقتصاد؟ ما هو بقوانين تو راهو مرد بالك، راهو القانون مش سهل. راهو ساعات كي تو كي تقرا القانون قراءه هكا اون دياغونال تقول هاو قانون صفقات. برا تبع الغرزه تلقى مثلا في بعض الجهات علاش صفقات عموميه تطيح بقدره قادر ديما على نفس رجال الاعمال. تو شوف كل ولايه قصرين قفصه تلقى نفس رجال الاعمال هما اللي ياخذوا في نفس الصفقات، هاو بالقانون يا سيدي. لين هذيك اللعبه وين؟ المشكله في هاك الجونجلاج هذاك جوريديك، على خاطر يقع تريزه القوانين. كان نحكي لك يا سي بوزيدي، انا راه بيت قانون، انا 6 سنين قانون اداري قانون عام. راهو ساعات القانون تترز كي تقراه في ظاهره تقول والله لاباس، اما في باطنه وكي يجي يطبق تلقاه على سور مزور زايد وعمر. دونك هذاك علاش السيد الرئيس قال يلزم برلمان ما فيش احزاب،
أشخاص باش نعاودوا قانون الصفقات، قانون الصرف باش نحلوا. احنا التقرير هذيك نرجع لك قالت راهو اقتصاد مغلق، اقتصاد ريعي. هاي ولد الجمعيات تحكي على الاقتصاد الريعي، بروا اقروا يا توانسه. يزينا بربي تدخل فيسبوك باش اخبار فلانه وهذيك تعاركت وممثله مع شكون وسمعت، راهم يلهوا فيكم. برا امشي اقرا وتبع الحاجات اللي ما ينفع الناس، راهو اقتصاد متاع عائلات. قالها برقمي متاع الاتحاد الاوروبي ولا لا؟ ما قالش محافظ البنك المركزي نهار اللي قال وين فلوس السياحة طاروا بيه ولا لا؟ طاروا بيه ولا ما طاروش بيه شاد العياري؟ دونك هذه كان مربط الفرس. تو احنا دولة مراهنة على السياحة، والسياحة متاعنا من وقتها مرهونة في طرف وتلة على الكوت متاع حمامات وسوسة ومستير. تو هذا ما وانت عندك دولة من شمالها لجنوبها لازم تكون سياحية. وين السياحه الصحراويه والثقافيه والبيئيه وطابل دو جوكورتا؟ مره جو عملوا لنا اليابانيين قال لك دي تواليت شي حاجه. دونك لا خدمنا السياحه كوم يلفو، معناتها ما حقيق. ليش؟ لانه مغلق. اليوم البرلمان اناشد بربي فرصه، وانا راني يدي على قلبي من حاجه واحده، يا ربي ان شاء الله هالنواب اللي طلعوا حتى وكان نعرف راهم فما جماعه مخاوزين ومطلعتهم، اما بجاه ربي نهار اللي تطلعوا للبرلمان راي تونس امانه، راي تونس أمانة. أرجوكم وأتوسل إليكم يا نواب غدوة بربي حطوا تونس، لأن راهو ما يحبش بلاده وما يحبش أولاده مستقبل وليداتنا. قوانين زي ما تتبدل سي بوزيدي، واللي بدلها مش الرئيس، تبدلها ماذا بينا مؤسسات. هذه الديمقراطية اللي خايفين عليها. إن شاء الله إن شاء الله نوابنا يكونوا في المستوى، والإعلام من عندك أنت إعلام بديل إن شاء الله. نتمنى الإعلام يلعب دوره. شنو هو منعك يا إعلام غدوة أي مقترح نتاع قانون جابوا قيس عيد ولا حكومة ولا غيره؟ حلوا المنابر وفهموا الناس. أنا هو القانون الأصلح، أنا هو القانون اللي فايت البلاد. وغدوه كي يشوفوا النواب اللي مش باش يمشوا يصوتوا، راهم هذوك عارفوهم مخاوزين. نحب نسالك الاداره، سامحني كماك الاداره، راهو وصل الاداره. وقت كي الغطاء السياسي يطغى على الاداره، يصبح الوزير والحاشيه نتاعو برا. شوفهم شكون يجيبوا مستشارين، تعرفهم انت؟ تي عندنا منشور يقول الوزير لازم يجيب مستشارين عندهم علاقه بالقطاع، يا اكاديميين قارين ولا بالخبره. برا شوف كل واحد يجيب ولاد حزبه، ولد حومته، صاحبه، هو بدا ما عنده حتى علاقه بالقطاع باش يعككوا. نقول لك فهمتني. دونك اليوم ان شاء الله الاداره يقع اصلاح جذري وعميق، ويصبح عن طريق الاداره انه المناصب تعطى حسب معايير الكفاءه. سهلة يا اخي. سؤال ما جاوبتنيش عليه، قلت الادارات العموميه ملغمه 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 بالفساد. كل رجل اعمال عنده جماعته في الاداره. يا اخي رجل الاعمال كيفاش تيفسد عايش خويا؟ كيفاش تياخذ رخصه؟ ما هو يلزم موظف ياخذ رخصه يعني يخدم له الخدمه ولا لا؟ وياخذ رشوه ولا لا؟ مال هكاك وحده يفسد رجل الاعمال في القباضه في الرخص. خويا سامحني نظام الرخص خلي تحل اللعب. علاش وليداتنا خويا يمشوا معناتها تبارك الله نورات وليداتنا شفت دي ستارت اب وشيء كبير. علاش اليوم اقصى طموحه انه يرمي يروحوا للهجره؟ فهمني. وحتى الهجره النظام ربي اوروبا اليوم برا شوف ولدك ينجح الباك ويحب يمشي يخرج البر. برا شوف ا و ا دو ولغه لهنا وشكون يعلموا اللغه دي زيكول فيها جماعتهم هما البارتنير لهنا. برا شوف اللاك وجماعه وياخذوا ويعدي تاسه عند الكوت وطلع شنو يكرهوا في روحه. يزم عنده 20 مليون باش يمشي يقرا يعني يلزوا فيه للحرق. وانت عملت ليبر سيركولاسيون دي بيان اي دي بيرسون، وين لي بيرسون؟ نرجع بيه الادارات اليوم الادارات العموميه والوزارات تغيرت الرؤوس وبقيت القاعده هي. يا اخي يا اخي النهضه كي دخلت ولا يوسف الشاهد ولا اي حزب كي دخل كان الوزير يقشقش ولا شويه مستشارين معاه هي مو عين ورقه وحط وينهم برا شوفهم وين. مش معناتها راني نتهم في كل بالطبع. هاي برا شوف رئيس ديوان حمادي جبالي وعلي العريض وزياد العذاري برا شوفهم وين خرجوا. ونقول لك حاجه، احنا عندنا كتاب عامين مثلا في ولايات تبدا مفتوحه فيه قضيه ويمشي يحقق ومتورط في رخص تاكسي تلقاه معين مدير في المركزي. ها مديرين في الفوسفات وعندهم قضايا مفتوحه ضدهم، هام يزدوا مدوا لهم مثلا. هي شكون اللي قاعد يمد لهم؟ انا ورئيس حكومه تعرفهم. وما حكيناش على التجهيز. شو شو اي فاسد اي خلي عاد فك التجهيز. حليلي يا حليلي تي برا برا خويا بربي عيش تتحير في المواجع. لازمنا مسلسل الف ليله وليله. راه باش نحكوا على الاداره. شوف اي فاسد في الجهوي ولا في الاداره راهو عنده فاسد كبير في المركزي راه يحمي فيه. او نعطيك الصحيح.
الريزوات مازالت تخدم، راهو بوغاز، راهي الاداره والقضاء. ماكش تتخيلوا مجلس نواب باش يعمل قرار ويجيب له دبابه الرئيس. راكم نعرفوكم زنقه زنقه دار دار يا حبيبي، ونعرفوكم هكا التكنوكرات. كيفاش الريزوات في الادارات؟ تش هكا 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 تنخل هكا لا ويعمل لك تكنوكرات، فهمتني؟ خطيه هو، فهمتني؟ وهم اخويا عندهم ولاء يا اخي، ولاء نعمتهم. واحد تلقاه فما ناس رم كانوا قبل الثوره ما متصرف ولا غوكونستيسيون كارير، قال لك خاطر افتاضوا بن علي ردوهم متصرف عام ومدير عام وكرهبه وبرا. شوف كلمانديان برشا نورمالمون راهم في الروتريت، تلقاهم مازالوا يخدموا، تقول عليهم خرجوا في الجاز ولا يصلوا في الذره، هما مانديان خاطر نتاعهم ويخرجوا الروتريت ويقعدوا يخدموا بجماعتهم اللي غادي. راهو شانتي سيد رئيس نعرف راهو، اما شوف بالاسرار بالوطنيه بحب بلادنا بحب ولادنا، رانا ملح هذا الارض وانا ناكلوا بيا ومصاري، وتونس تشهد بكفاءه احلام كمرجي برا. شو اسال على مصاري المهني وهنا صامده. سكتني في الاداره نخرج نتكلم في جمعيه في اعلام في تلفزه في اعلام بديل، ما يسكتني كان الموت.